فيها الحر الشديد وفيها البرد الشديد وفيها الحيات والثعابين والعقارب وأنواع الحشرات المؤذية، كما أن فيها شجرة الزقوم التي جعلها الله فتنة للظالمين. ربنا يحذرنا يا إخوان، ربنا يحذرنا، نسأل الله العافية. قوا أنفسكم وأهليكم، لا بد أن تربوا أولادكم على طاعة الله وتبعدوهم عن النار، نسأل الله العافية. ما هو وقودها؟ ما هو وقودها؟ وقودها نسأل الله العافية الناس والحجارة. ما هي الحجارة؟ أكثر المفسرين يا إخوان قالوا إن الحجارة حجارة من الكبريت الأسود، حجارة من الكبريت الأسود، وهو معروف عند أهل الطبيعة الذين يعرفونه. الكبريت الأسود توقد به النار، وفيه خمسة أشياء، خمسة أشياء نسأل الله العافية. سرعة الاتقاد، حينما تقول بالنار عنده قريب على طول يشتعل. أيضا نتن الرائحة، رائحته منتنة جدا. أيضا كثرة دخانه. أيضا شدة الالتصاق بالأبدان وقوة حره إذا حمي، يعني يبقى مدة طويلة والحرارة باقية. ثم أيضا نعلم أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذا، النار التي نعملها الآن، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، جزء واحد، باقي 70 جزء، باقي 70 جزء. قال الصحابة رضوان الله عليهم والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. ولذا قال إمام المفسرين القرطبي رحمه الله تعالى لو جمع حطب الدنيا فأوقد كل حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من 70 جزءا أشد من حر نار الدنيا، كما بينه في آخر الحديث قولهم والله إن كانت لكافية أي نار الدنيا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فضلت عليها 69 ضعفا. فهل نخاف من النار يا إخوان؟ هل نخاف من النار؟ بعض من الصحابة إذا سمع كلمة النار يرتجف ويرتعد، وكما نعرف من سيرة أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أن بعض الآيات إذا مرت عليه يمرض حتى يعودونه. فنحن نسمع النار ونسمع عنها ما نعتبر، لابد أن نتعظ يا إخوان، لابد أن نخاف. من فوائد هذا الحديث نعلم علم اليقين يا إخوان قدرة الله العظيمة أن جعل في النار من ألوان العذاب ما لا يصدقه إلا المؤمنون به العارفون عظيم قدرته. هذه النار كما وصفت في الأحاديث ووصفت في القرآن الكريم فيها الحر الشديد وفيها البرد الشديد وفيها الحيات والثعابين والعقارب وأنواع الحشرات المؤذية، كما أن فيها شجرة الزقوم التي جعلها الله فتنة للظالمين، كما قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وقال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هنيئا لعبد عرف عظمة ربه فآمن به وسلم له أمره
وقدره حق قدره. ولذا يجب على المؤمن يا إخوان أن يستعيذ بالله من النار، وأن يسعى لفكاك نفسه منها. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يستعيذ من النار، ويأمر بذلك في الصلاة وغيرها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار.